بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حلقة جديدة. حلقتنا النهاردة عنوانها جميل أوي، بحقق حلم أبوي. ممكن يكون العنوان ده عنوان إيجابي، ممكن يكون عنوان مش إيجابي خالص. عنوان إيجابي لو أنا بحقق حلم أبويا بطاعة أو بوصية أو حاجة أنا حاببها وحابب أن أنا أعملها، وطبعا إحنا يعني سقفنا في الكلام إن هي طبعا شرعية ترضي الله عز وجل، فسقفنا رضا ربنا سبحانه وتعالى. لكن أنا بتكلم على الأمور الدنيوية، لكن ممكن تتاخد المعنى بمعنى سلبي، بحقق حلم أبويا هو مش حلمي أنا. ودي النقطة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة. المشكلة بيقول لي اللي جالي طالب هندسة بيتكلم وبيشتكي وبيقول لي يا دكتورة الحقيني، أختي أهلي بيعذبوها وهيضغطوها نفسيا زي ما عملوا معايا، والدي عاوز يحقق حلمه فيا، أنا اللي حقق حلمه، هو عاوزنا إحنا الاتنين ندخل مجال معين وهو المجال ده بس اللي كويس، ولو كده لأ، وإن أنا لو فشلت في دخول المجال ده خلاص، يعني كان عايز دخلنا طب وده لغاية الأمال، وكان حبه ليا حب مشروط إن إحنا لو تدخل طب أنا خلاص حبيتك وبقيت كويس، ولما جبت مجموع أقل في الثانوي خصمني وما كلمنيش لمدة شهر كامل، قلت خلاص أنا أدخل لغة عربية. انا بحب الشعر اصلا، يعني شو الواد عايز من هنا لهنا؟ ابوه رفض ومرض وتعب لدرجه ان دخل المستشفى بيقول فاضطريت ان انا ادخل هندسه حسب رغبته هو وحسب حلمه هو. كمان ما كنتش راضي انا عن نفسي، انا ما كنتش راضي. انا دلوقتي شايف اختي، خلاص انا كبرت وخلاص ورضيت بنصيبي، لكن انا دلوقتي شايف اختي بتمر بنفس اللي أنا بمر بيه وهي لسه في إعدادي، ممشيينها بالمسطرة والقلم، مفيش أجازات، مفيش راحة، ضغط ضغط، كله دراسة دراسة، حتى الصيف كله كورسات رياضة وعلوم. أنا خايف عليها، أنا عرفت أن أنا أقوب نفسي بنفسي، لكن أنا خايف على نفسيتها وأن هي تروح منحة تاني أو تعيش نفس الأحاسيس السلبية اللي أنا عشتها. انقذي أختي يا دكتورة قبل فوات الأوان، وكلمي أهلي هما بيحبوكي وبيسمعوكي، كلميهم. طبعا هقول لكم نهاية الاستشارة دي كانت في إيه ولما كلمت الأهل وإيه اللي حصل، لكن عايزة أقول لكم حاجة تانية، قصة تانية، بس القصة دي بقى انتهت نهاية سعيدة. شفتها برضو، طالب في كلية علوم نجح وجاب تقدير ورتب على الدفعة، وأخذ قرار يعني تاني سنة أنا هسيب الجامعة. طبعا كتير جدا عمل كده، هسيب الجامعة، والتحق بكلية أداب لغة عربية، نجح وتفوق وطلع الأول وتعين معيد. هو دلوقتي الآن أستاذ دكتور قسم اللغة العربية في جامعة من أعرق جامعات الوطن العربي، له طبعا دواوين وله في الأدب طبعا وفي الشعر والبلاغة، وله كتب ومعمولة باسمه. وسبحان الله هو خد قرار قال لا ده مش مكاني، انا مش ده حلمي، ولا اللي انتوا تقولوه ايه يعني انا اخش طب ولا اخش علوم ولا لا 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 لا، وقام جاي محول مساره خالص. القصه الثالثه برضو قصه حقيقيه موجوده 2022. اعرف طالب فضل ابوه يدفع له بالاف الدولارات، انتوا عارفين الجامعات هنا بالدولار، وعامله في جامعات خاصه ويطلع من جامعه يخش على جامعه، والواد يسا لحد ما في الاخر الواد قال له انا بحب مجال الميديا والاعلام، انت مش موافق ده مشكلتك انت، لكن انا مش هفلح غير في المجال ده. الواد مبدع فعلا في المجال ده، وبالفعل دخل وتميز وابدع وبقى حاجه اللهم بارك. يعني كنت لسه شايفه له عمل اقول اللهم ايه ده، هو اللي عامل ده؟ الحقيقه مش كده، لكن تصويره كان مبدع جدا. عايزين نقول ايه؟ احنا عايزين نعيش احلامنا احنا واهدافنا احنا، مش اهداف اهلينا. كان ايه لازمتها ان ابوي يفضل انه يلح عليه ويضيع سنين كتير من عمر الولد؟ تعرفين المشكله فين؟ التاثير النفسي السلبي الرهيب اللي الابن بيشعر بيه رغم نجاحه، ودي الكارثه. هو حقق انجاز اصلا بس الاهل مش شايفين الانجاز ده، هو مش حاسس باي فرحه لان اهله محسسينه بكده، لكن هو حاسس بايه بقى؟ انا ضيعت حلم اهلي، خيبت ظنهم. وطبعا الاحساس خصوصا لو بنات بقى، يعني مش عايزه اقول لكم الامر ده عندهم بيبقى عامل ازاي، وهو زيه زي الفشله، زي اللي ما نجحش، زي السائط، زي اللي رسب. خلاص لو ما جابش كليه عمليه انتهينا خلاص، انت مجموعك مش هيأهلك لكليه الطب، واي بقى العقده بتاعت ما تفهموش ايه الفره دي، مع انها مش صح خالص. شوف شغفك فين وهتبدع فيه وتبقى موهوب كمان.
انك انت لو ما التحقتش بالحقل الطبي وبقيت مش عارفه ايه فانت كده انسان فاشل، وده مش صح. إيه وده طريقه بقى يقول لك ايه الاب لو تضيعت املنا وضيعت حلمنا وضيعت الكتير. كل معظم العائلات بتفكر بالطريقه للاسف الطريقه دي، وبيمارسوا ضغط رهيب جدا على اولادهم ليل ونهار عشان نحقق الاحلام الشخصيه من خلال الابناء. بصوا انا شفت حاله من الحالات اللي بيبقى ساعات، ودي حقيقه على فكره، خلينا اشرح لكم النقطه دي. اللي بيبقى اب او ام عارفين اصلا ابنهم بيبقى ازاي، عارفين ابنهم ايه الامور اللي هو يعرف ينجز فيها، لا هو شخصيه بتحفظ، لا شخصيه بتفهم في الكلام، لا مش هينفع معاه هندسه. فبحكم خبره الاب والام مع الاولاد ممكن يعرفوا الامر ده، بس من حق الولد ان هو يختار. طيب ما بيختارش، يبقى غيرك هيختار لك. ما انتش عارف مصلحتك يبقى غيرك عارفها. الضغط المستمر والتعجيز من الاهل واهمال رغبه الابن ذات نفسه، يعني المشكله ان هو يبقى عنده رغبه، يعني في بيوت تيجي لي من مشاكل الواد مش عارف اصلا، خلاص يبقى غيرك هيختار لك. او ان يحس ان هو مكره على الدراسه او مكره على حاجه هو مش بيحبها، مش عارف يحقق امنيته هو، ده الغلط بعينه. على فكره ممكن زي ما قلت لكم الاهل يكون فعلا فعلا هم اضرب مصلحه الولد، وعارفين ميوله ايه وطريقته ايه طالما هو مش قادر يحدد اتجاهاته، لكن الامر ده ما بيجيش بالاجبار ابدا. خلي عيالنا يكرهوا نفسهم لو انت ضغطت عليه بحاجه زي كده. النقطه الثانيه نقطه رفع سقف التوقعات، انك كتير جدا ده رفع سقف انا ممكن اعمل طموح، وزي ما احنا اتكلمنا على الطموح ونعمل انا عايز، لكن ده سلاح ذو حدين. ساعات تساعدك في التحفيز لو انت خدت الخطوات الصحيحه ومشيت متزن نفسي مع نفسك، وانك انت الاباء يحسوا ابنائهم على التفوق، ده شيء جيد، لكن في الوقت نفسه ممكن تيجي بنتائج عكسيه وتيجي بفشل واحباط لو انا رفعت سقف التوقعات بدون الواقع اللي موجود. ابني قدراته كده، هو ده الوضع، ده اخرهم، فما ينفعش ان انت تضغط عليه. توقعات الاباء من وجهه نظر الابناء، بصوا لازم تكون ايه؟ لازم تكون داعمه ومشجعة ومحفز له، واقعية في حدود قدراتهم من فضلكم، واقعية وتتفق مع الطموح والميول وهو عايز ايه. لكن لا تتحول بقى ان هو لا 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 لازم ولازم تنقل ولازم تعمل، ده بيبقى ضغط نفسي عليه وما بيعرفش يتماشى اصلا لا مع توقعات الاهل ولا مع الاهواء اللي موجودة عليه، فيعمل ايه؟ فيفقد ثقة. لكن لو انا الاثنين ماشيين مع بعض، الولد يبقى عنده ثقة بنفسه ويبتدي ان هو يكمل. ليه؟ لانه الاثنين ماشيين مع بعض، توقعاتي وانا قادر على كده وعندي الامكانيات وعندي الحاجات اللي تعملني ومنظم حالي، فانا متوكل على الله وخلاص ماشي. لكن لو اقل نضر اولادنا. زي ما قلت لكم الخطورة تبقى ان شعور الابن بان ابوه وامه متوقعين منه حاجة هو مش قادر يعملها، ومش قادر يفرحه، ومش قادر يحقق الامر اللي هم بيحلموا بيه، فيبقى بالنسبه له ده ايه؟ فشل. وبيبقى بالنسبه لهم ايه؟ ده انت كده خيبت ظننا، ده انت كذا. احساس بالفشل والتقصير المستمر، دايما حاسس انه مقصر، دايما حاسس انه مقصر، ويحمل على نفسه جامد جدا، الامر ملوش طاقه عليه. بنسمع كلام كتير جدا جدا ان يلا نحقق الاحلام، يلا مش عارفه ايه وده حلمك، ويفضل فعلا الولد عايش حلم وفي الاخر يكتشف ان ده مش حلمه، ده مش تبعه. مش شرط انه يكون ناجح قوي، متفوق قوي، يكون بيرفكت قوي، المهم ان هو يكون على الاقل عارف يدير امور حياته، والامر ده يكون حافز له ان هو على النجاح، مش مجرد ان انا عماله اكبت فيه. هنا سؤال بقى، هل ممكن فعلا الاب والام يكونوا سبب في معاناه اولادهم؟ طيب احنا عندنا، هل يعني كل واحد فينا وقاعد بيتفرج وبيسمعني عنده شك ان ابوه وامه بيحبوه فعلا؟ طبعا بيحبوه وعايزين مصلحتك، ده شيء ده شيء اساسي. لكن ممكن التصرفات والممارسات بتاعتهم هي اللي مش عارفه، مش قادرين يوصلين الحب ده، او هم ما عندهمش الاليه في الاسلوب او التربيه ان هم يربوا او يوصلوا القيمه صح. غلط بقى، بيعبروا غلط، اسلوب غلط في الضغط عليك، مش مراعيين ميولك، مش مراعيين شغفك، مش عارفين الكلام ده، فبيتحول لجانب سلبي يأثر عليك في الدنيا. على فكره كتير جدا جدا، انا عايزه اقول لك انه بس مش بيأثر في الدنيا، ده بيأثر في نظره الولد حتى للاخره. وساعات تقول لك لا خلاص دول بتوع دين بقى، انا مكره الدين، مش دول بتوع صلاه، انا كره الصلاه، مش ضاغطين عليا خلاص. طيب احنا المفروض ان في سبل توعيه حقيقيه على فكره، وتبقى سهله، ولما احب اوعي ابني في امر يبقى انا عندي اليه للتوعيه. طيب في بقى مشكله بتقابلنا وبتقابل الاباء والامهات في حاجه زي كده، ان هو ايه؟ يجي يقول لك ايه؟
ابني ذات نفسه مش عارف، هو ذات نفسه مش عارف، مش عارف هو عايز ايه وفين شغفه. تيجي تسال الولد 21 سنه 22 سنه 25 سنه مش عارف، يجي يخلص ثانوي طب انت عايز ايه، يقول لك مش عارف. طب ما كلمه مش عارف دي ليه؟ لانه ما مررش نفسه على المهارات المختلفه، هو مش عارف شغفه فين. ده بيجيب فلوس وانا رايح للي بيجيب فلوس. ايوه بس انت ما بتحبوش، والحاجه اللي انت ما بتحبهاش مش هتبدع فيها، مش هتعرف تكمل فيها. انت بتشتغل يعني ترس في اله عشان تجيب الفلوس وخلاص، لكن لو انت عمل انت بتحبه حقيقي، يا مش عايز اقول لك معايير الانجاز بتبقى عامله ازاي. عشان كده دايما بنصح بخريطه ابن سينا التربويه، تعالوا نشرحها دايما وارجعوا بصوا تتكتب كده بماء ذهب كده وتتحط في قاموس في كل بيت وفي كل مصلحه حكوميه وفي كل مدرسه. بيقول ايه ابن سينا؟ بيقول ينبغي لمدير الصبي ابوه او امه او المربي اذا رام الاختيار الصناعي، لو انت عايز تعرف ابنك ده عايز ايه، ان يزن اولا طبع الصبي، طبعه ايه، ها، ويصبر قريحته ويختبر ذكائه. اقول لكم الكلام اللي يقعد يشوف ذكائه يجيب هنا ولا يجيب هنا، فك وتركيب ولا بيتفامل في الكون، ولا خاص بالذكاء الطبيعي اللي خاص بالطبيعه ولمس المواد والحجاره والطين والرمل والحاجه ايه، ولا بالحيوانات ايه فين. وبعدين يختار له الصناعات اللي ايه اللي مرروا عليها بحسب ذلك، فانهي حاجه هو حبها اكتر، انهي حاجه ادى فيها فكره جديده اكتر. المفروض المربي الاب والام ده دورهم على فكره. فإذا اختار له صناعة، خلاص الولد حب الحاجة الفلانية دي أو المهارة دي أو شغفه في المكان ده، ها، يشوف ده على ميل منه ورغبة منه حقيقية، ها، وهل الكلام ده جرب بيجرب أصل عيلته على عرفان منه، يعني إيه؟ يعني عيلته مثلا ما شغالة في الصنعة دي مثلا الخشب الأركت، فهو بيعمل الحاجات دي، ولا صناعة الخواتم من الألماس والذهب، ولا نجار مثلا، هل عشان أهله كده ولا هو من نفسه؟ طب في بقى خلاص عرفته وعرفته أنه عنده ميول وحاجات تانية، البيئة كمان ممكن تساعد مع الأدوات والآلات، هل أدواته وآلاته مساعدة له عليها أم خاذلة؟ ده كلام ابن سينا، والمفروض ان انا اخليها تساعده ما تبقاش خاذل. ثم يبث العزم، يعني ايه؟ اشجع 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 اشجع، لكن اوصل لسن 21 18 19 ولا قبل كده ولا بعد كده، عايز اقول لهم الا اللي بيختاروا حاجه فيها فلوس وخلاص، دي الكارثه. الكلام ده بيقول ده احزم في التدبير، كلام ابن سينا، من ان تذهب ايام الصبي فيما لا يواتيه من معنى او من هدف ويبقى حياته كلها ضايعة. غلط. طب أنا بقى كلامي دلوقتي للشباب وللشاب صاحب المشكلة، أنت بتقول أنا عشت حلمهم هم، طيب أنت عندك حلم عايز تحققه؟ أنت عندك شيء عايز تحققه وشايفه؟ إحنا اتكلمنا قبل كده عن الطموح والأهداف، إيه الأحلام؟ أنا مش هعيد الكلام لكن هقول حاجة مختلفة النهاردة. عارفين قصة ابن أبي عامر الحمار؟ ابن أبي عامر واحد كان في بغداد حمار، حمار يعني ايه؟ يعني عنده عربية كارو كده، وهو ما عندوش فلوس يجيب حمار، خلينا اشرحها لكم، ما عندوش فلوس يجيب حمار، هو يعمل ايه؟ هو اللي واقف مكان الحمار بيحمل الحاجة واللي عايز يودي مكان والبضاعة من هنا لهنا. كان معاه اتنين صحابه حمارين برضو، وقاعدين فين؟ في اسطبل، ده الاسطبل ده المكان اللي هم قاعدين فيه بيعملوا شغلهم ويجوا يناموا فيه وهكذا. في يوم كده من الأيام ابن أبي عامر بيقول لهم تمنوا، الواحد يتمنى كده، قالوا طب وانت عايز ايه؟ قال لهم أنا عايز أكون الحاجب الأعظم للخليفة. قالوا له الخليفة ايه؟ قالوا الخليفة اللي موجود، كان ساعتها الخليفة فين؟ في الأندلس، كان في إمارة في الأندلس. فضحكوا، قال له انت عايز تبقى كده؟ قال له اه. قال له طب انا بقى؟ قال له والله بص، ده انت لو بقيت كده قعدني على حمار وخلي وش ظهري وظهري وشي والف المدينه كلها، ها، وابقى وزف كده ان يتزف وانا راكب على الحمار بالمشال. يا عم روح شوف انت قاعد فين وبتتكلم ايه، ما تختار حلم على قدك. صاحبه التاني قال له طب انا، ابن ابي عامر، قال له انا بقى لو بقيت خليفه هعمل معاك ايه؟ اطلب. قال له سور وذهب وياقوت وجواري ونوق، عايز نوق طبعا الجمال يعني زي العربيه المرسيدس دلوقتي الشبع او لامبرجيني بقى نقول بقى دلوقتي. كانوا قاعدين فين؟ قاعدين في الاسطبل. بعد السنين خد خطوه، هو حلم، وبعد الحلم حقق خطوه تنفيذ، عمل ايه؟ راح يتعلم الرمايه.
بس لا ده بقى ماهر في الرماية، بس لا ده بقى أمهر اللي موجودين في زمانه في الرماية، لدرجة أنه بيبقى راكب فرس ويضرب سهم السهم يصيب 10 أهداف ورا بعض على مستوى أبعد أبعد أبعد، السهم يجيبهم 10. شفتوا بقى ماهر إزاي؟ لدرجة لما جم عايزين جند للخلافة وللجيش هو كسب وبقى من الجند، فضل يترقى 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 لحد ما بقى قائد الجند. فبعدين الخليفة مات وساب ابنه الصغير، فابنه الصغير ده كان ما ينفعش يحكم، لازم حد وصي عليه، فقالوا مين اللي يبقى وصي عليه؟ 2، قائد الجند تمام كده، واللي هو زي رئيس الوزراء اللي موجود. فقالوا الاتنين دولت هما اللي هيبقوا موجودين. فقائد الجند قال ادوني بس الايه، انا اخد الختم. الختم ده اللي هو بيمسكه الحاجب الاعظم، اللي هو ما فيش حاجه تحجب تروح تطلع ولا تخرج الا بختم الايه، الحاجب ده. وبعدين بقى اترقى وبقى الحاجب الاعظم، هو اللي حاكم البلاد، اللي معاه الاختام ده هو اللي كان حاكم البلاد ساعته، وهو قائد الجند كمان. بعد كده في مره فافتكر مين؟ افتكر صحابه الحمارين الاثنين. قال بس الواحد تعالى من الجند، عن قال له انت هتروح المكان الفلاني، هتسافر في بغداد تلاقي كذا، هتلاقي اسطبل، هتلاقي فيه 2 قاعدين تروح لهم بعد المغرب هيكونوا موجودين، هاتهم وتعالى زي ما هم، ايه محلك سر. وبعد لما راح علشان يجيبهم، وبعدين الحاجب الاعظم بقى قال له انت كنت تمنيت ايه؟ قال له قصر وجواري وبتاع. قال له لك هذا، وانت بقى كنت تمنى؟ قال له العفو. قال له لا لا، انت لازم انفذ لك الطلب اللي انت طلبته، وتقعد بالمشقلب وتلف في المدينه عشان تعلم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، ان الله على كل شيء قدير. الشاهد خد خطوات وعيش حلمك. قصه سيدنا عبد الله بن جحش اللي رواها سيدنا سعد بن ابي وقاص، قال ان سيدنا عبد الله بن جحش قال له يوم احد الا تاتي فندعو، ها فجلسوا فين في ناحيه كده وقعدوا ايه يدعوا. فدعا سيدنا سعد وقال يا رب اذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا ذو باس شديد وجرده واقاتله فيك فاقتله ويقتلني، ثم ارزقني عليه الظفر عليه حتى اقتله، يعني يقاتلني فانا اقتله وارزقني ان انا يعني ان انا انتصر عليه واخد السلب منه. فامن عبد الله بن جحش وقال هو دعوته بقى، قال اللهم ارزقني غدا رجل شديد البأس شديد الحرد أقاتله فيك ويقاتلني فيقتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك قلت يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك أقول فيك يا رب وفي رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول صدقت، إن ربنا يرد عليه يقول له صدقت. قال سعد كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي، لقد رأيت آخر النهار وقد جدع أنفه وأذنه معلقتان، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يقول له فيك فيما ذلك يا عبد الله، يقول فيك يا رب. طيب شفت أنا اديتك دفع قوية، هي شوية حكاوي جميلة، تعالى بقى نشوف نحقق الحلم إزاي. أمور كتيرة جدا جدا لازم الواحد يتبعها عشان تعيش. 7 خطوات في عجالة كده نقولها. أول حاجة التخطيط المسبق، كلمنا عليه قبل كده. من الصعب أصلا أنك تحقق حاجة مفيهاش ترتيب، الترتيب غايب عنها، لازم ترتيب مسبق للأمر. الأمور اللي بتبقى مدروسة بشكل جيد بتبقى أقل عرضة أن هي تنهار أو تفشل، فنعمل تخطيط عشان أحقق أنا عايز إيه. حاجة كمان برضو من ضمن الحاجات أنك تحدد عايز إيه بشكل واضح، أنا عايز إيه كذا، وزي ما قلنا وشرحنا قبل كده أدي هدف أدي مهمة أدي نشاط أدي عمل يومي تمام كده، ودي أهم خطوة التخطيط. تاني حاجة الصبر بقى عليها، إن أنا أمتلك الصبر على تحقيق الحاجات اللي أنا كتبتها دي. وطبعا الصبر مفتاح لحاجات كتيرة جدا جدا، حاجات بتيجي قدامك وحاجات عقبات، وسعيك إنك أنت دايما تعمل واصبر على الأمر ده عشان لو حصل تعثرت او حصل فشل او حصل كده اكمل، واصبر واكمل وما يأسي، وده امر يساعدك اصلا انك ايه خلاص تخلص نفسك من كل العثرات وانا مكمل المسير. هتلاقي ناس يقللوا من قدراتك ويحبطوك ويقللوا من انجازاتك، دورك ايه؟ دوري ان انا لا اسمع، ايش دعوه بالتفاهات دي، ايش دعوه، صابر ومستمر، عندي خطه وصابر عليها. تالت حاجه الاستمراريه، الاستمرارية علشان تكسر حاجز الملل.
الملل كسل عدو الطموح، خلاص ما يخليكش تكمل. فتعمل ايه؟ فتقف. انت تقف بقى حزين ولا ندمان؟ لا، انا عندي اصرار وعندي اراده قويه وانا عندي استمراريه وان انا اعدي كل الكلام ده، خلاص انا هوصل اللي انا عايزه. رابع حاجه الثقه في النفس. لو انا عندي ثقه في نفسي، احنا دايما اتكلمنا مفيش حاجه اسمها ثقه بنفسي، اللهم لا تكلني الى نفسي يعني طرفه عين، وان الثقه مستمده من ربنا سبحانه وتعالى. لكن ده بتخليك تعمل ايه؟ انجاز، وما تخليكش متخاذل، وانك انت لما تلاقي معيار انجاز يديك حافز للخطوه اللي بعديها للخطوه اللي بعديها، فتصبح طبعا خطوه ورا خطوه تصبح واثق من الامر وعندك نوع من ايه، انا حققت انجاز. طيب الخطوه رقم 5 انك تبعد عن ايه؟ عن التسويف. يعني بكره بعد، طب لما اخلص ده خلاص عملك بص، خلاص التسويف دوت بص يخلي اصلا يقطع لهفتك انك انت تحصل على اي انجاز ولا انك تعمل اي حاجه، فده مش صح. طيب الخطوه رقم 6، احنا قلنا 7 حاجات، خلينا نقول الخطوه رقم 6 هي ايه؟ ان انا اتعلم من تجارب الاخرين وابتدي من حيث انتهى الاخرين، مش لسه هبتدي من الصفر، ده اتعلم الناس جايه من المستقبل وقالت لك الخبرات اهي، ابني على تجارب الاخرين وابتدي من حيث انتهى علشان اعرف ان انا ايه، ان انا كان وامشي على خطى الناجحين. ساعات اساليبه تنفعني وساعات ما بتنفعش، المهم ان انا اخد الحاجه المرنه اللي تنفع حياتي وتنفع واقعي وتنفع اموري وظروفي النفسيه. 7 خطوة التخلص من نقاط الضعف، ودي مهمة جدا جدا انك تعرف اصلا فين نقاط الضعف اللي عندي وفين نقاط القوة اللي عندي وابتدي ان انا اكمل عليها. انا عايزة في النهاية قبل ما اختم اقول جميل ان احنا نحقق حلم اهالينا فيما مستطاع ليا وفيما انا احبه وشغفي وطالما رضا لله، لكن انا كمان محتاج احقق حلم، وما تعيش في دايرة غيرك وتبقى ترس في تحقيق هدف وحلم غيرك. فين انت؟ يا ريت الشباب يسمعوا الكلام اللي احنا قلناه النهارده ويعملوا الخطوات ديت سهله وبسيطه، وادعو لهم بالنجاح دنيا واخره، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.